ثلاثة ونص اخويا مع الجولينة، انا عييت نطلب فيهم الشاهدين، نقول لي الله يرحم لك الوالدين، ديرني اختك، ديرني امك، وديرني الخدامة ديالك، راعي على وليداتي ناعسين، الله يرحم لك الوالدين. ها هو جرني ما راعاش ليا، ها هو قال لي خرجي يا بنت الفاعلة، حشومة عيب، علاش؟ اش من قانون هذا غتجي ترعبني انا مع ثلاثة ونص ساعة الليل؟ اش من قانون؟ وحنا ديما تنقولوا لكم والصورة راه كتبين، راه ثلاث سنين وحنا في النضالات، راه حنا ناس مسالمين، ما عندناش مع الشغاب، وخير دليل نهار جاو ريبوا البراكة، خرجنا وجلسنا هنا وخلينا لهم البراكة، وحشومة تبعونا حتى على منزل بلاستيكي، هتنكملوا العام لوليداتنا، وراه ما عندناش فين نمشيو، ما عندناش عباد الله، وما عندناش باش نكريو، وما عندناش باش غنمشيو للديور ديال 10 المليون، وما عندناش باش غنمشيو لسيدي حجاج، راه ما بقاش لنا بزاف، هما الناس هما اللي كاينين اللي مضرورين، اللي عنده راه مشى، راه مشى كل واش اختار، واللي ما عندوش ها هو جالس، ها هو جالس كيموت نهار على نهار، راه حنا كنموتو موت البطيء. كل نهار كتموت فينا كرامتنا ما بقاتش عندنا، حيدوا لنا الكرامه، حيدوا لنا كل شيء، وحنا ما عندناش فين نمشي، وحنا غنبقاو هنا، يا نبقى يسكنونا في عين السبع يا يقتلونا. انايا انا هذا الشيء اللي غنقول، انا قالته هذه السيده كله، ما بقات ما خلات لي فين نهضر، ذاك الشيء اللي غنقول قالته، جمعة ثلاثة ونص كنقول لي ولادي ناعسين، بنتي ناعسه هنا وولدي ناعس هنا، كنقول لي ولادي ناعسين، قال لي هزيهم حطيهم على برا وغنريب غنريب، انا عندي قرار انا خاصني نريب، بحال هكا كيقول لي، هزيت ولادي وشخيت من السماء وحطيتهم على برا وريب هو البراكه، ريبها لي على دوك الحويجات اللي كانوا باقيين عندي، ريب لي البراكه الاولى على الحويجات وعلى ادوات ولادي، ودابا ريب لي البراكه الثانيه على دوك الحويجات وادوات ولادي عاوتاني، شراهم لي غير العساسين، النوبه الثانيه شراو لي الاساس اللي شراو لي الكتب لولادي، وريب لي عاوتاني دابا البراكه ديال ميكا على حوايج ولادي وعلى ادوات ولادي، كيفاش غندير؟ انا ولدي كان عنده امتحان اليوم هو واخته، تيقراو بجوج في قسم واحد، كي غادي ندير ليهم؟ ها ما مشاوش المدرسه اليوم، ها؟ كيفاش غنديروا اختي؟ عطينا شي حل من عندك انت يا قولي لي، ها؟ وحنا خويا انا اختي انا خدامه في الحمام، ما عنديش باش نكري، وما عنديش باش ناخذ بارطمان ب 10 مليون، وما عنديش باش امكاني باش غنمشي ندي انا ولادي سيدي حجاج، واش عباد الله سيدي حجاج 37 كارير غيكون فيه، وانا غندي هذا كيفاش غيطلع ليا؟ غدا ولا بعد غدا غيجن ويا في ذاك الدوار، كيفاش غادي ندير ليه؟ ها؟ كيفاش اختي غندير ليه؟ قولي ليا، ما عنديش الحل، حسبي الله ونعم الوكيل، اختي هذا الشيء اللي غنقول صافي، ساليت والله تساليت.